على مدارج قناة الوطنية صعد السفير الفرنسي جويل ماير مرفوقا بوفده الرسمي، وفي جنباتها قدم الأخير تحاياه لطاقم القناة الذي رص الصفوف استقبالا واحتفاء بمقدمه. وزع السفير ابتساماته على المستقبلين وعبر محملا بدهشته من ديناميكية العمل وانضباط الطواقم إلى شرفة الاستقبال في ردهات المكتب الإداري. هناك كان مدير قناة الوطنية الشيخ نوي الإمام حاضرا لاستقبال الدبلوماسية الفرنسية التي حركت عجلتها هذه المرة صوب مشروع إعلامي وصفته بالمستقطب لاهتمام الجمهورية الخامسة وأبنائها كما يقول الضيف. السفير وبعد اجتماع مغلق مع إدارة القناة بحث الجانبان فيه سبل التعاون الإعلامي بين موريتانيا وفرنسا، خرج مرفوقا بإدارة القناة لمعاينة العمل ظروفا وأجواء. في قاعة التحرير بدأ المشوار الاستطلاعي، وبين جنباتها باشر السفير الحديث مع الطواقم العاملة فردا فردا. تبادل لأطراف الحديث تخللته أريحية التنكيت والابتسام الذي ترجمته عفوية الرجل وبساطته في التعاطي مع العمال صحافة وفنيين. مسافة قصيرة قطعها الوافد الجديد بعد ذلك نحو غرفة المونتاج، حيث تجود الأنامل والقرائح مجتمعة بإبداعاتها التي حملت السفير على وصف القناة بتلفزيون الجودة العالية، معتبرا أن جمالية الصورة لقناة الوطنية سلبت لب المتابعين لها في عاصمة النور والأضواء. دقائق قليلة حل بعدها الفرنسي ماير في استديوهات القناة المباشر منها والتسجيلي الإخباري منها والبرامجي، حيث وقف على شرفة أكبر الاستديوهات التصويرية في موريتانيا وشاهد عن قرب عتاد المؤسسة وعدساتها التي تنوعت بين الآلي والمتحرك، بين الواقعي والفوتوغرافي. زيارة السفير ورغم ما حملته من دلائل توجت مسيرة السنين الخمس وأشعلت قنادل العرفان بعطائها، كانت في كل ممر من ممرات القناة وعند كل معبر من معابرها تسجل موقفا حضوريا وتكتب ضمنيا على جدرانها بأن في هذه البناية الشامخة ما يستحق التوقف عنده. وذلك من عجب ما جسدته أحرف الوداع التي آثر السفير ماير أن يوشح بها المعلمة الإعلامية الوحيدة التي استحقت عليه القدوم والمعاينة. شكرا جزيلا لكل طاقم قناة الوطنية والمدير العام لقبول زيارتي ومضايقتي لكم في ذروة العمل. أنا سعيد بزيارتي لهذه القناة التي أتابعها أحيانا حسب الظروف. أنا أعرف أن القناة تساهم في صناعة الرأي العام باحتوائها على البرامج الحوارية السياسية والاجتماعية والثقافية. القناة بنيت على أسس متينة خاصة فيما يتعلق بتقديم الخبر الصحيح والجريء، ولذلك من الناحية الفنية، وهذا ما يميزها من ناحية التحرير واختيار المواضيع. الصحافة تلعب دور مهم في موريتانيا كما في العالم أجمع. قناة الوطنية شجاعة في إعطائها الفرصة لكل المواطنين للتعبير عن آرائهم. أريد أن أسجل إعجابي بالطاقم التحريري باللغة العربية وكذلك باللغات الوطنية الأخرى، وأيضا الطاقم الفرنكفوني المميز جدا. أعتقد أنه من المهم أن يلج من موريتانيا إلى العالم المعلومة الصحيحة. أهنئك سيدي المدير وأهنئ واحد على حدة من طاقمكم ومن طاقم قناتكم المميز. شكرا جزيلا. وأمام باحات المبنى الرسمي للقناة أزفت لحظة الرحيل التي زف فيها الطاقم ضيفه الدبلوماسي، ورافقت الإدارة موكبه المهيب في لقطة تركت للصورة حديثها القائل: لو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان. لقناة الوطنية، لحسن محمد الأمين.